الجزائر تحيي الذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب، ورئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح يترحم بمقام الشهيدة على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وبالمناسبة توزيع لمئات الوحدات السكنية وتدشين للعديد من المرافق الاجتماعية والرياضية عبر الوطن وسط دعوات للحفاظ على الوطن وصون رسالة نوفمبر. إيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت في قضايا نهب العقار والثراء غير المشروعة ووضع زوجته تحت الرقابة القضائية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل الخامسة. تحتفل الجزائر اليوم إذن بذكرى عيدي الاستقلال والشباب المصادف للخامس جويليا من كل سنة. 57 سنة تنقضي من عمر استقلال الجزائر حققه شهداء ومجاهدون بأرواحهم الزكية وتضحياتهم الجسام، ضاربين أسمى معاني الفداء والإخلاص للوطن. ولأن الذكرى مزدوجة، يبقى الخامس جويليا نبراسا ومتكئا وبوصلة لشبابنا كلما بحث عن وجهة أو خطوة يخطوها نحو المستقبل ليكون خير سليل وخير خلف لحمل الأمانة عبر تغليب لغة العقل والحوار البناء وحماية مقومات الهوية الوطنية وثوابتها. وبالمناسبة ترحم رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم بمقام الشهيدة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهورية التي أدت له التحية الشرفية، وضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري. رئيس الدولة قرأ إذن فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المباركة. وقد جرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قجيلة ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جيد صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الأمن العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين مشاهدينا محمد وعمر بن الحاج.
وبالمناسبة أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون رفقة والي العاصمة عبد الخالق سيودة على مراسم الاحتفال بالذكرى، حيث تم تكريم عدد من المجاهدين وأرامل الشهداء وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار. المناسبة إذن كانت سانحة، ذكر فيها وزير الداخلية بهبة الشعب الجزائري الذي أثبت للعالم أجمع أن قلعة الوطنية في جزائر 2019 هي قلعة عاتية الأسوار زادت ارتفاعا طيلة العقود الفارطة. زكريا مهبي. الوطنية المتجذرة وعقيدة الوحدة لا الشتات ونكران الذات مع الاعتزاز بتاريخ الجزائر والوعي بمصلحتها قيم راسخة لدى الشعب الجزائري وعوامل حاسمة في المرحلة الراهنة، يؤكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون. وها هنا نخلد هذه الذكرى هذه السنة ونحن في صميم مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، مرحلة يصنع أحداثها شعب ثائر متحد ومصمم على الانتقال بالبلاد نحو تحول ديمقراطي تاريخي وفي لقيام ميثاق الفاتح من نوفمبر سنة 1454. وفي الوقت الذي كانت تراهن بعض المخابر على محو الذاكرة الثورية من المخيال الجماعي لأبناء الأمة ونجاحها في دثر حب الوطن ومقومات الهوية الوطنية الواحدة الموحدة، ها هي جذوة الوطنية تستعر من جديد من تحت رمادي الدسيسة والخيانة والمؤامرة أمام اندهاش العالم كله. ولئن أشاد وزير الداخلية بنضج وبصيرة الشعب الجزائري في التعبير عن إرادته، إلا أنه حذر من محاولات توجيه الحراك الشعبي لخدمة مصالح ضيقة. إن مخاطر الماضي ورهاناته هي نفسها اليوم، ولو اختلف المشهد فالعدو ضامر وامتداداته في صفوفنا وبين ظهرانينا، يشكك في بعضنا البعض ويخون بعضنا على بعض ويستغل إفرازات العشريات السابقة المثقلة بالهفوات والخطايا لرمي الاتهامات والوصوف، خبط عشواء من تصب لا لشيء إلا لتوطين الشك والريبة في قلوب شعبنا وفك رباطه بمؤسسات دولته التي عمل على تشييد أسوارها بسواعده 57 عاماً. وما تلك الأسوار سوى أسوار تلك القلعة العالية التي غمهم نبوءها عندما جل الحراك الشعبي العارم غمامها، قلعة على أسوارها جيش وطني شعبي وفي لمراكز قتاله يذود عنها ويحرسها على أطرافها وفي صلبها، ومدن آهلة عامرة بشعبها الشاب اليافع المتعلم، ومؤسسات وفية لخطها النوفمبري تجعل من لحمتها مع الشعب والجيش الوطني الشعبي نهجها الوحيد الذي لا محيد عنه. ووفاء لعهد الشهداء اختتمت الاحتفالية التي نظمتها ولاية الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال والشباب في ذكراه 57 بتكريم الأسرة الثورية وأرامل الشهداء. وبالمناسبة توزيع لحصص سكنية معتبرة عبر الوطن، فبولاية بسكرة تم توزيع 2818 وحدة سكنية بمختلف الصياغ. حسن متطلع. العائلات والمستفيدة من هذه السكنات عبرت عن فرحتها بعد سنوات من الصبر والمعاناة. كنت كاري وظروف الغامة الحمد لله. عندي أربع أولاد والحمد لله استفدت في السكن بعد 20 سنة. ربي يحفظ رجالنا ويحفظ دولتنا الحمد لله يا ربي إلى النهار. هذه الحصة التي تتعدى 2800 مسكن من مختلف الصيغ ستتواصل بوتيرة سريعة خلال الأشهر القادمة. سوف تليها عملية أخرى مماثلة في نهاية السداسي الأخير هذا 1545 استفادة للمواطنين. نشير إلى أن هذه الحصة السكنية والموزعة اليوم مست
جل بلديات ولاية بسكرة. كما تم توزيع أزيد من 1600 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بولاية البليدة. وليد زروق. سكنات اختلفت صيغها وتوحدت وجهتها. مواطنون استلموا قرارات الاستفادة ومفاتيح حياة جديدة. هكذا كانت الأجواء بالبليدة في حفل توزيع أزيد من 1600 وحدة سكنية بسبع بلديات. أني فرحان ما تقدرش تعرف عبالك، ما تقدرش تتصور، ما متدار ما فرحاني. عش ما كنتش عايشة ما كذبش عليكم، صراحة اليوم تفتحت النور كما يقول. المكان اللي طاهولي في بوينة عمروسة، والمكان هي أفطروة، مكان شباب وفيه قاعد متوفر فيه قاعد شروط السكن. قمنا بتوزيع تقريب 1700 وحدة سكنية من كل سياق، من السكن الإيجاري، سكن ترقاوي، سكن عدل. وهذا الا هذه المرحله الثالثه اللي درناها في انتظار باش نزيدوا نوزعوا خلال شهر جويلية برامج اخرى تاع عدل لكي يتم غلق بصفه نهائيه بما يسمى عدل واحد. وخلال سنه سيتم ايضا توزيع سكنات بكل سياق. اقطاب سكنيه تضم مختلف المرافق العموميه لتشكل بذلك احياء عصريه تتماشى والطابع الجديد المميز بما تم إنجازه بالولاية. وتستمر عملية الإسكان ببرامج متنوعة لاحتواء النمو الديمغرافي بما يكفل العيش الكريم للمواطن الجزائري. وبولاية المدية تم توزيع 1150 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. ملك زاجولي. في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة للاستقلال والشباب، تم توزيع أزيد من 1150 وحدة سكنية بمختلف السياق بولاية المدية بحضور وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة ووالي المدية. اليوم كما يقولوا عمت الفرحة في المدية. أولا الفرحة الأولى إن شاء الله عيد الاستقلال 57. الفرحة الثانية أنه الاستفادة تاعي من سكن عمومي. الحمد لله استفدت من سكن عمومي إيجاري لمدة طويلة، انتظرناه لمدة طويلة، وهذا دليل على أنه السلطات الجزائرية قامت بمهمة تاعها على أكمل وجه. تم بولاية المدية توزيع 1158 وحدة سكنية بكل صيغ لفائدة المواطنين الولاية. على إن شاء الله ستستمر عملية التوزيع خلال 2019 إن شاء الله، لنصل إن شاء الله قبل نهاية 2019 إن شاء الله إلى توسيع أكثر من 10,000 وحدة سكنية. لتبقى آمال أخرى يترقبها المستفيدون. بيع الفرحة هذه اللي من عليها ربي بناء السكنة، ونتمنى إن شاء الله الاستقرار إن شاء الله في البلاد ومزيد من الإزدهار والرقي إن شاء الله. نتمنى البلاد الاستقرار بإذن الله، ورئيس جمهورية يكون يدي بلادنا للأحسن. نطلب إن شاء الله يكون الاستقرار في البلاد والخير للبلاد، وإن شاء الله تاني نطلب باش تكون في أقرب الأجال انتخابات باش يكون فيه رئيس باش البلاد هذه تروح لبر الأمان. أما بولاية وهران فقد تم توزيع أزيد من 600 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. خير أبو طالب. في حفل رمزي بولاية وهران تم توزيع 620 وحدة سكنية لمستحقيها بمختلف السياق، والتي تدخل ضمن مساعي الدولة الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطن. الحمد لله رانا فرحانين اليوم، وجدنا في عيد الاستقلال وعيدنا احنا تاني، وحنا قطع الحضاري صديقية قريب 4 سنين وحنا ننتظروا في هذا الفرحة، والحمد لله صبرنا ولله. أنا فرحان اليوم فرحة كبيرة يتحصلت على السكن ألبية بعد 4 سنين تاع معاناة، واستنينا بزاف، واليوم ربي فرج علينا، الله يفرح الجميع إن شاء الله وكثر خير ربي والوالي. البرنامج الهام التي تحظى به وهران والذي يوزع جزئيا بإمكانه أن يخفف أزمة السكن بالولاية. عندنا برنامج سيفوق أكثر من 27 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها على مراحل للمستفيدين من مختلف السياق،
إذا بطبيعة الحال الرسالة التي دائما أقدمها أن الحمد لله البرامج السكنة هي في الميدان تتجسد بصفة تدريجية، وعلى المواطنين الذين هم في انتظار نقول لهم أن السكنات ستتجهز بصفة تدريجية ونحرص على توزيعها في وقتها وفي أجلها وفي شفافية وفي العدل اللازم إن شاء الله. كما سيتم توزيع إلى غاية نهاية السنة ما يقارب 13 ألف وحدة سكنية عبر مراحل بصيغتي العمومي الإيجاري والقضاء على السكن الهش، والتي ستمس معظم بلدية الولاية. كما تم بولاية بشار توزيع حصة سكنية من مختلف الصيغ على مستحقها، إضافة إلى نشاطات وتظاهرات متنوعة. مخلدة للذكرى، مصطفى بن دينا. أشرفت السلطات المحلية على توزيع حصة هامة من السكنات بقرية مازر النائية وجهات أخرى من تراب الولاية. اليوم احنا الفرحان تاعنا اليوم نفرحنا على هذا السكن، والله يدخل علينا بالربح على قبل الآخرين إن شاء الله. أنا راني مستفادة من عند الدولة، وراني نطلب يكملوا يديروا مجهود ويديروا لنا شوية طريق طوال الضو. واليوم إن شاء الله رحنا برعت علينا الدولة وبنات لنا ديار، بارك الله فيهم. عيد الاستقلال 5 جويي، والله الله يرحم الشهداء. اليوم اشرفنا على توزيع عينه من السكنات الاجتماعيه المدعمه للال اس بي، وسكنه ام مضربين عينه منها، والعمليات ستتواصل ان شاء الله، زائد اعانات ريفيه من اجل اعانه السكان في بناء سكناتهم. وفي السياق ذاته تم وضع حجر الاساس لمشروع إنجاز 120 مسكن بمدينة القنادسة الحدودية، بينما استفادت دائرة تغيث من مصلحة جديدة لتصفية الدم. نعم، غادي يخفف معاناة المرضى ويسهل عليهم، خاطش كانوا يديروا 100 كيلومتر في الذهاب و100 كيلومتر في الإياب، يعني 200 كيلومتر وثلاث مرات في الأسبوع. المناسبة كذلك كانت فرصة لتدشين مسجد الإسراء بحي المجاهد غويز العيد بمدينة بشار، وكذا الملعب الجواري بمدينة الأحمر بقصور الشمال. وتخليدا للذكرى، دائما نشاطات وتظاهرات احتفالية عبر الوطن نتابعها مع سهام مسرزوك. الجزائر اليوم تقف وقفة إجلال وترحم على من أفنوا حياتهم لينعم جيل اليوم بالحرية والاستقلال، وقفة ميزتها مختلف التظاهرات والنشاطات عبر ولاية الوطن، حيث تم تسمية عدة مرافق عمومية بأسماء الشهداء، كما تم تكريم العديد من المجاهدين والمجاهدات. 5 جويي فرحة تاع الاستقلال، وهذا الاستقلال تاعنا اللي ديناه يعني طال، يعني طال وطال، وفيه ضحية تاع شهداء كبار، وجاهدنا هذه البلاد هذه تعبنا عليها بزاف وماتوا عليها شهداء بزاف، وشان ذكروا سمواتهم. اليوم نتفكروا الشهداء اليوم كيما زبانه رحمه الله، كيما زدور بالقاسم رحمه الله، كيما سي بالمهيدي، كيما حمو بوتليليس، هادو اللي كنا تربينا تحت كرعيهم، احنا اللي كنا سما ابنائهم. والجزائر خرجت واستقلينا، لكن الاطار تاع خوتنا الشهداء اللي كانوا القبور تاعهم ما مش معروفين كاع وين راهم. واليوم على كل حال نترحموا على الشهداء بصح وحده، نطلبوا هذا الجيل يدي المشعل ويدي التاريخ تاع الشهداء. ان شاء الله الجزائر تولي كما كانت زمان، تولي في بلاصتها ان شاء الله، وكل واحد يصب في بلاصته، ها، وربي يكثر رجالك بحال المسلطين. شباب استحفظوا على الجزائر. وتخليدا للمناسبة نظمت أيضا استعراضات وأنشطة ثقافية فنية رياضية ومعارض للصور التي تؤرخ لأمجاد ثورة التحرير وبطولات الشعب الجزائري. هذا واحتفل محرك البحث جوجل بالذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب، حيث زين محرك البحث الأكثر استعمالا على شبكة الإنترنت صفحته الرئيسة بصورة العلم الجزائري مرفرفا. كل عام والجزائر بخير.
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل وثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت، كما أمر بوضع زوجته تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد الاستماع إلى أقوالهم في قضايا تخص نهب العقار والثراء غير المشروعة. يذكر أن عبد الغني هامل كانت قد مثل نهاية أفريل الماضية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازا في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات فساد تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة، كما مثل في الثاني من ماي المنصرم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد في قضية محاولة إدخال أزيد من 700 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء وهران. للجمعة 20 على التوالي خرج المتظاهرون موشحين بالراية الوطنية، وهي الجمعة التي تصادف ذكرى عيد الاستقلال، مطالبين بإقامة دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة. ونتمنى ان شاء الله يكون عيد استقلال حقيقي لإقامة دولة مستقلة ودولة عادلة وعدالة مستقلة ان شاء الله، ونروحوا لحوار شامل ويشمل كامل الجزائريين باش نخرجوا من هذه الأزمة في أقرب الأجل. الشعب الجزائري يريد أن يبني دولة، دولة القانون، دولة ذات عدالة وسيادة. بعيد استقلال نهني الشعب الجزائري، احنا نطلب من تاعنا كيف نروحوا نكونوا الرئيس تاعنا. الرجال دي ناشوناليتي يحبوا البلاد، باش احنا البلاد تاعنا ان شاء الله نجي فيها خير، والبلاد تاعنا ان شاء الله تطور أكثر وأكثر. نقولوا تحية الجزائر وإحنا خوا. الشعب الجزائري نطلب منه الوحدة الوطنية والسلمية، فالشعب الجزائري بسلميته وجيشنا باحترافيته فهم في القمة. هذا يوم الاستقلال، هذا النهار مبارك. تحية الجزائر، تحية. J'aime mon pays. Je le ressens maintenant. Razoul Flawen, on est là pour le 5 juillet et on voudrait un état de droit. Inch'Allah, nous espérons mieux toujours. Inch'Allah, il y a un radier, il y a un radier, Inch'Allah. Nous sommes l'Irak. Nous sommes l'Irak, nous sommes l'Irak, nous sommes l'Irak, nous sommes l'Irak. تحية قيد. ضرورة الحوار يعني والجلوس على مائدة طاولة الحوار مع كامل الأطياف، مجتمع المدني، معارضة، أحزاب، ممثلي الحراك الشعبي، لأجل إيصال الجزائر إلى بر الأمان. نحن السلميين، من السلميين ونحب بلادنا والجيش، الشعب خاوة.
في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنية 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلاء وبتنا الناحية العسكرية 5 حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش في عمليات متفرقة بكل من تمنلست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية 6 27 منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة، وحجزت 26 مطرقة ضغط و35 مولدا كهربائيا و12 جهاز كشف عن المعادن و3 مضخات للمياه و9 هواتف محمولة و3 دراجات نارية. وفي السياق نفسه، حجزت مفارز للجيش بكل من سقراس وتبسة والطرف بالناحية العسكرية 5 1844 لترا من الوقود الموجه للتهريب، كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش بكل من تجورت وورقلة بالناحية العسكرية 4 شخصا، وحجزت سيارة و2832 وحدة من مختلف المشروبات. في حين حجز عناصر الدرك الوطني ببرج بوريريج بالناحية العسكرية 5 طائرة دون طيار. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك الوطنية 34 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ونعامة بالناحية العسكرية 2 وبشار بالناحية العسكرية 3. تواصلت صباح اليوم أشغال الدورة 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بمشاركة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادومة. الجلسة الصباحية التي كانت مغلقة خصصت لانتخاب بعض أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي، حيث تمت إعادة انتخاب الجزائري حسين أيت شعلالة عضوا في هذا المجلس لعهدة مدتها 2، كما سيناقش المشاركون جدول أعمال القمة الاستثنائية التي ستشهد إطلاق منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقية. وعلى عام هامش أشغال الدورة 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، شارك وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدومة في أشغال مجلس السلم والأمن للاتحاد المخصص لوضع المهاجرين في ليبيا، حيث جدد بوقدوم إدانة الجزائر للهجوم الأخير على مركز استقبال المهاجرين في ليبيا ودعوتها إلى محاسبة مرتكبيها، مؤكدا موقف الجزائر من دعوة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للعمل سويا في إطار تعاون وثيق من أجل وضع خارطة طريق مشتركة لحل الأزمة في ليبيا. وفي عيد الاستقلال، احتفلت سفارة الجزائر بالقاهرة رفقة البعثة الإعلامية المنافقة للمنتخب الوطني بالذكرى، حيث تم تبادل التكريمات وبعث رسالة امتنان للجماهير الجزائرية التي مثلت الجزائر أحسن تمثيل. محمد شماني. احتفاء بالوفد الإعلامي على ضفتي النيل برمزية وقيمة عيدي الاستقلال والشباب، أشرفت عليه السفارة التي كرمت وأكرمت الحضور عرفانا بمجهوداتهم لخدمة الجمهور الجزائري في كأس أمم إفريقيا بنقل الحدث والصورة الصادقة وسط أجواء أخوية سادت الرحلة. المجد والخلود لشهدائنا الإبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل كسر قيود الاستعمار وانتزاع الحرية والاستقلال. نؤكد على وقوفنا المطلق والكامل وراء هذا الفريق لأن نظفر بكأس إن شاء الله إفريقيا للأمم لإسعاد هذا الشعب الجزائري الحر والأبي. سفير الجزائر توقف أيضا عند أداء الفريق الوطني وأكد القيمة المضافة لأنصار من ذهب. أود أيضا أن أشيد عاليا بالصورة المشرفة والجميلة الذي أعطاها الجمهور الجزائري في مدرجات ملاعب مصر. بعيدا عن ضغط العمل، نقاشات أخرى أخوية من العائلة الكبيرة للصحافة الجزائرية في قلب القاهرة. وبالمناسبة، دائما نظمت أوبرا الجزائر بوعلام بالسياحة عروضا للفرق النحاسية للحرس الجمهورية، حيث يستمتع الجمهور بطبوع فولكلورية وأناشيد وطنية. فوزية تاج.
استعراض لمختلف الفرق النحاسية للأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية والحرس الجمهوري في فضاء أوبرا الجزائر بعلا بالسايح. وبعنوان بلادي أحبك بدأ العرض الفني لمختلف الفرق التي أدت الأناشيد الوطنية والطبع الفولكلورية. حبينا يعني يكون عرض مميز وممتاز بفضل هذه الشراكة هذه، وبديناها بعرض خارجي في الاستعراض يعني خارج الأوبرا. لوحة فنية بألوان وطنية شكلتها الفرق المشاركة واستمتع بها الحضور في عيد الاستقلال والشباب. والشيء الآخر المميز في هذا العشية هذه ولا في هذا السهرة هو حضور الأطفال، حضور الأطفال لهذا الاحتفال، وهذا شيء جميل جدا لأننا احنا الكبار نعلموا لأولادنا، نعلموا لهم حب الوطن، نعلموا لهم يحكموا المشعل ويكملوا، ونعلموا لهم خاصة يكونوا فخورين بالوطن تاعهم وفخورين بالاستقلال تاع بلادهم. وفرحنا بزاف كي شفنا أناشيد وطنية وشفنا هذوك الرجال هذوك اللي قاموا بالأناشيد هذوك، الصوت تاعهم كان هايل. وانا باسي ان مومون اغريال مع هذه الملحمة هذه تاع لي تروب ميوزيكال تاع لي جيش وتاع لارمي. سيتي بيان لي جون هيب هوب ايزون بيان جوي. Je dirais c'est une détente mliha comme c'est la veille du 5 juillet. Inch'Allah il y aura toujours la blad nadem تكون un grand pays. وفي مثل هذا اليوم الخامس جويليا من سنة 2001 تم إطلاق قناة الجزائرية الثالثة إلى الفضاء الإعلامية، فكانت المسيرة حافلة بالإنجازات صنعها التمييز والاحترافية. من الجزائرية الثالثة نحييكم في أول بث برامجي لها ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء. تروي القناة الجزائرية الثالثة هذا التاريخ ميلادا لها وانطلاقة لها ضمن فضاء اتصالي واسع وكوكبة فضائية عربية. وهذا الحضور هو شرف لها، ولكن هو كذلك تكليف لها، لأنه يزيد من مسؤوليتها ويفرض عليها أن ترفع من وتيرة عملها وأن من جودة ما تقدمه من برامج. قناة الجزائر الثالثة ليست قناة مستقلة بمفردها، هي جزء من القنوات التي تشكل المؤسسة العمومية للتلفزيون. دورها يندرج في سياق دور التلفزيون الجزائري الذي تحدده السلطة العمومية. مشروع القناة انطلق بفضل مجموعة من إطارات ومؤطرين من تلفزيون الجزائري. استطعنا في فترة وجيزة أن نكون مجموعة من صحفيين. هذا الفريق تكون في مدة عامين قبل انطلاق القناة الجزائرية الثالثة. يعني عرفت تطور كبير في 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 عدة نواحي، سواء من ناحية الإخبارية، من ناحية الإنتاجية، حتى من ناحية يعني الوسائل التقنية. اعتمدت عدة وسائل تقنية يعني للتحرير، للتركيب، وتعمل بطاقم شباني يعني كفؤ. أهلا بكم إلى عدد جديد من أخبار الظهيرة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. بصفتي أنتمي لقسم الأخبار أو عائلة الأخبار الذي اشتغلت به سابقا كصحفي محرر محقق، وهو ما أكسبني الكثير من الخبرة في التعامل مع مختلف الأخبار، سواء السياسية، سواء الوطنية، أو حتى الأخبار الدولية باحترافية. الجزائرية الثالثة غطت الكثير من المواضيع من خلال شبكات برامجية مهمة جدا. في كل سنة كانت عندنا مجموعة من البرامج، وكان لي شرف أن عملت في الكثير من هذه البرامج، منها تراث بلادي.
تحية إلى كل الزملاء. إلى تذكير بالعناوين: الجزائر تحيي ذكرى 57 لعيدي الاستقلال والشباب، ورئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يترحم بمقام الشهيد على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وبالمناسبة توزيع لحصص سكنية معتبرة وتدشين للعديد من المرافق الاجتماعية والرياضية عبر الوطن وسط دعوات للحفاظ على الوطن وصون رسالة نوفمبر. إيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت في قضايا نهب العقار والثراء غير المشروعة ووضع زوجته تحت الرقابة القضائية. شكرا لكم في أمان الله.